مرحبا بمشاهدي شهيوات لو 360، معكم مروان عامل في فندق مازاغون جديده. اليوم نقدم لكم بولي فارسي بمونزاريلا والحبق، وغادي نبانيو في البيض ولافارين والشابلور مع سيل بوافر. لتحضير هذه الوصفه كنحتاجو لافارين 100 غرام ديال لافارين، كنحتاجو 3 البيضات، كنحتاجو 100 غرام ديال لا شابلور، ولا ما كانش عندكم لا شابلور كنديروا الخبز في الفور والباتي ديروا لكم لا شابلور، وعندنا السيل وعندنا البوافر. نمروا لطريقه التحضير. غادي نعمروا السوبريم ديال البولي اللي هو الصدر ديال الدجاج. فوالا عندنا السوبريم، احنا ديجا قطعناه. غادي نعمروا الموزاريلا، وما نساوش الحبق اللي كيعطي واحد النسمه زوينه على الدجاج. عندنا شويه الملح والبزار. الطريقه الثانيه غادي نمروا باش نبانيو في لافارين والبيض، وعندنا الشابلور. نمروا الطريقه الثانيه اللي غادي نبانيو في لافارين ونديروا في البيض ولا شابلور. ثلاث البيضات كنخلطوهم مزيان، كنمر الطريقه الاخيره اللي غادي نبانيو في لافارين. من بعد غنديرو في البيض، وعندنا لا شابلور. كما كتشوفوا معنا حنا بانيين دابا الدجاج، وديجا حنا موجدين في فريتوز على 180 درجه اللي غادي نفريو، ومن بعد غادي نوجدوا لا غارنيتو ديالو اللي هي طاغلياتيل لا صوص بلونش. كما كتعرفوا حنا ديجا وجدنا السوبريم ديال البولي اللي فارسي بالمونزاريلا والحبق، دابا غادي نوجدوا لا غارنيتو ديالو اللي هي طاغلياتيل لا صوص بلونش. دابا ديجا حنا البولي عندنا كنسخنوا فيها، غنديروا واحد دو كويير ديال لاكريم. كما كتعرفوا الحبق غادي نسمو به لي بات، وما نساوش الملحه والبزار. حنا غير اختارنا اليوم طاغلياتيل، كاين اللي بغى يديرها بوم دو تيغ بوري على حسب المشاهد الكرام. مهم احنا طاغلياتيل عندنا واجده بسيل بوافر، وقلنا لاصوص بلونش ما نساوهاش، والحبق باش ينسم لنا طاغلياتيل. ودابا ندوزو المرحله النهائيه، الطبق اللي غنوجدو. هذا هو شكل الطبق ديالنا، وبالصحه والراحه.